عن حكمتي في الشر قاصد خير أو لمستي للطيبين في محطة الدنيا، هل كنت قاصد كل ده؟ لا، ما قصدش شيء، ما كنتش أقصد أضل الشخص. قال لي فين اتجاه شبرا؟ لو قلت له ادخل شمال في يمين كان سهل جدا اقول له ادخل شمال في يمين. لو قلت له ادخل شمال في يمين ما كانش قابل بنت ماشيه في اتجاه حلوان وبدون سبب كان فجاه قاعد مع الوالد بيتكلم عن المعازيم. ما قصدش شيء، ساعه ما قلت الواحده حبتني كملي وحدك لو كنا كملنا ما كانتش دلوقتي هتضحك ضحكه رج قاعه السيما وديها حضن قضيب يا فلوشار. ما قصدش شيء، ساعه ما قلت الشاب في الندوه بلاش الشعر الشبك، لو قلت له كمل ما كانش صار العازف الواعد وانا كنت هالمحصوره ليه في مجله مشهوره. تقدر تقول ان اللي زي معمولين اسباب علشان بشر تانيه ما يصدهاش الباب، علشان مطر يقصد اراضي بتشتكي من بور فراقها واحترقها، علشان غنى الالدغ يوصل فكره العجزين عن التوصيل. فلو سمحتوا لو لقيتوا موكب في اتجاه الكعبه ماشي وقفوه وما تقتلوش الفيل، ما كانش يقصد صدقوني وما كنتش اقصد، بس حظي ساعدني مش عارف نجحت ازاي. دلوقتي لازم تشكروني كلكم، اشكروا المحولكي على اللمسه اللي عدلت سير حياتكم للجميل، ردوا الجميل في الاغنيات، قولوا في خيالكم نشكرك يا ايها السر الغريب، سموني خضر في سقاه سموني خضر او نجم لامع ده اللي تايه على الطريق فارتاح على الشاطئ وكون ذكريات محتاج لها، يومها اكتشف ان اللي دله النجم فابتسم وبخط اوسع من الزمن دود على يافطه الخشب اسمي مكان. انا شخص واحد من كتير بيغيروا الاحداث بدون ما يحسوا بكده، بيمسحوا الدمعات بمنزلهم وبيمشوا رغم الوصل تايهين في الميدان. لو ضعت منكم هتلاقوني في اغنيتكم عند واحده بتبتسم بفشار في ايدها، عند عازف ترنيمات الفرح يزيد ويزيدها، عند واحد كل مره يروح لشبرا يلقى نفسه بدون ما يقصد في اتجاه حلوان.